السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ندى الأهدر ناشطة حقوقية في مجال حقوق الطفل. أشكر جريدة المواطن وأعتذر قبل شوية قلت الوطن ولكن أنا تلخبطت، وأشكرها جدا أن تفتح زي هذه المواضيع من أجل تثقيف الناس وتوعي الناس. موضوع اليوم أو موضوعي موضوعكم موضوع المجتمع رح يكون عن زواج القاصرات اللي له عدة آراء، شخص محايد، شخص ضده، شخص معه، في عدة آراء لها. رح اليوم قدر استطعت إني أتكلم عن هذا الموضوع وآثاره، ورح إن شاء الله يعجبكم. زواج القاصرات إحدى الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الفتيات والتي تقتل الفتيات يومياً، وصرخة الأمم بالحقوق والحرية. زواج القاصرات طبعاً لا يخلى أي بلد من هذه الظاهرة القاتلة لبراءة الطفولة التي تباع لتغتصب تحت مبرر الزواج. إن زواج القاصرات واحد من أشكال العبودية والرق الحديث. ففي معظم الحالات يكون دافع الأب والأسرة لتزويج ابنتهم هو الحصول على المال، كما أن زواج القاصرات هو نوع من البغاء والمتاجر الجنسية بالأطفال، وشرعنت هذا الجريمة تحت يافطة الزواج. القاصرات أصبحت قضية رأي عام دولي، لأن كل فتاة تزوجت الآن تعيش حياة قهر وظلم وحرمان بكل المقاييس. انتوا عارفين كم الارقام في العالم، ارقام واحصائيات زواج القاصرات؟ تخيلوا انه اكثر من 700 مليون طفلة في العالم تزوجت تحت 18 سنة وهي الان عايشة وتعاني، واكثر من 150 رجل في العالم يعاني من زواج القاصرات، وفي كل عام تتزوج 15 مليون طفلة في العالم تحت سن 18 سنة، يعني في كل دقيقة تتزوج 28 فتاة، في كل ثانيتين نخسر عشرات الفتيات. معدل زواج القاصرات قد يصل إلى 1.2 بليون في العالم في عام 2050 ما لم يتم إيقاف هذه الزيجات، وهذا قد يترتب عليه عواقب وخيمة في مختلف المستويات. الحين يجي السؤال من الكل، إيش أسباب زواج القاصرات؟ طبعاً أسبابها كثيرة، والبعض يعرفها والبعض ما يعرفها. زواج القاصرات أكبر سبب فيه اللي هي عادات والتقاليد، العادات والتقاليد الخاطئة، يعني الأهل أو المجتمع ضحايا لعادات وتقاليد خاطئة خلقت منذ طفولتهم ومن أجدادنا من قبل، فأصبحت فينا مغروسة منذ الصغر إن الفتاة يجب عليها أن تتزوج، إذا ما تزوجت وهي صغيرة معناته إن إذا كبرت فوق 18 سنة خلاص أصبحت عانسة. هذا الفكر أو هذه العادات والتقاليد اللي أصبحت تدمر أجيال، دمرت أجيال قبلنا وما زالت تدمر أجيال، وإذا لم نوقفها ستدمر أكثر وأكثر. السبب الثاني اللي هو الفقر، والذي أصبح مبرر لهذه الزيجات. فتعتبر زواج القاصرات نوع من أنواع المتاجرة بالأطفال، فالتاجر يتقمص دور العريس، وأيضا البائع يتقمص دور ولي الأمر، والسلعة فتاة صغيرة لا تفقه شيء. السبب الثالث اللي هو النزوح، النزوح والحرب، مثلا في البلدان مثل سوريا واليمن والعراق وفلسطين والصومال وعدة دول اللي فيها نزاعات مسلحة، الأهل يجبرون أنهم يزوجون فتياتهم من أجل حمايتهم، يعتقدون أن تزويج الفتيات ممكن يحميها، فيزوجون فتياتهم خوفا عليهم من أنهم يغتصبوا أو يختطفوا أو يحصل لهم تحرش في المخيمات، فيتم تزويج الفتيات وهي بعمر صغير للغاية من أجل أيضا المال، لأنه في حال الحروب يحصل هناك تقشف ويحصل هناك فقر بشكل كبير جدا. عدم المساواة بين الجنسين هي سبب من أسباب زواج القاصرات، يعني اعتبار الفتيات عار يجب التخلص منه بالزواج، يخاف أنها تعمل أي غلط يهز بشرف القبيلة، ويعتبرون أن شرف القبيلة في الفتيات. أما بالنسبة للرجل أو الولد، حتى لو قال حتى لو سوى جريمة عادي هو لا يعاب، لكن الفتيات يجب نحن نتخلص منها لأننا خايفين أنها تجيب لنا العار، مع أنه الفتيات هي الأم والأخت والزوجة، وأعتقد أنها كل المجتمع، بعضهم يقولوا نصف المجتمع، لا هي كل المجتمع لأنها تنجب النصف الثاني فتعتبر كل المجتمع. وأيضا يعتبرون أن الرجل من حقه أن يتعلم، من حقه أن يدرس ويخرج للخارج ويتعلم، لكن الفتيات تحرم من التعليم، تحرم من أنها تكمل حياتها وتعيش طفولتها، ويجب عليها الزواج فوق انتهاكات حقوقها، يجبروها إلى أنها تتزوج ويدمرون حياتها ويدمرون معاها جيل قادم، لأن هي بتنشئ الجيل الجاي.
دعونا نتخيل أن مجتمعنا لا يقبل بالزواج، وأنه يعتبر من يبيع ابنته من أجل المال يعتبر مجرم في مجتمعه، ومن يشتري الفتيات تحت مبرر الزواج. تخيل أن مجتمعنا لا يقبل بالزواج، وأن يترك الفتيات تدرس لتكون مهندسة وطبيبة ورائدة في العمل وشريكة في الأعمال الإنسانية وفي بناء الوطن. دعونا نجعل كل فتاة صغيرة هي ابنتنا جميعا، وأي ضرر يحصل لها يحصل لنا جميعا، وأي انتهاك يضر بمصالحها يضر بمصالح الوطن جميعا. أليس هذا التغيير سوف يبني لنا دول حضارية ومتقدمة، وسوف نكون مثال عالمي يحتذى به، وأيضا نكون ذكرى رائعة للأجيال القادمة؟ أنتم تذكروا آباءكم وجميل ما صنعوه لكم؟ لما لا تعملون بصمة لأبنائكم للجيل الجاي بأنكم حميتم حقوقهم ودافعتم عنهم وحملتم الفتيات وبنيتم لهم عادات وتقاليد يفتخر بها عالميا؟ إن الأذى الجسدي والنفسي الذي يتعرض له ضحايا زواج القاصرات من شأنه أن يشوه وجه المجتمع ويدمره، فعلينا أن احنا نقف جميعا يد واحدة من أجل إيقاف هذه الجريمة اللي أصبحت تقتل فتيات، ونحن صامتون عن هذه المشكلة لحساسية الموضوع، لكن إذا كانت تقتل أطفالنا فيجب جميعا أن احنا نوقف ضد هذه الظاهرة، ونبدأ في رسم خطط لأبنائنا تتناسب مع طموحاتهم وأفكارهم، وأيضا بالفتيات أكثر من أي شيء، لأن الفتيات غدا سيكونون أمهات، فالجميع يتمنى أن تكون أم مثقفة وواعية عشان تعكس هذا الشيء عليه وتعكس الجيل الجاي. فعلينا اختيار لأبنائنا من الآن أمهات مثقفات وواعيات عشان يشكرونا في المستقبل، ولا يجلسوا يتذمروا مننا إن إحنا ما عرفنا كيف نخطط لهم. سعدت جدا إني اليوم تكلمت معاكم وأشكركم جدا.